أهلا بكم إلى نقطة حوار جديدة. أنا معي محمود الشيخ. لا يزال أوار المظاهرات في الجزائر مستعرا، يحركها رفض عدد كبير من الجزائريين لعهدة رئاسية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. اليوم مثلا خرج الآلاف في تحدي لإجراءات السلطات الأمنية التي أوقفت حركة القطارات والمترو في العاصمة. وأمس انضم عدد كبير من الحقوقيين الذين خرجوا بزيهم الأسود بعد يومين فقط من خطاب نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان أحمد قايد صالح، الذي قال فيه بأن الجيش سيضمن الأمن في البلاد ولن يسمح بعودة الجزائر إلى ما سماه حقبة سفك الدماء، مع استمرار المظاهرات التي بدأت نهاية الشهر الماضي في العاصمة ومدن أخرى. وهذا مدار نقاشنا اليوم، إذ لا يزال موقف الجيش برأي كثيرين ضبابيا، ما بين مشكك بأن الجيش قد يتدخل ضد رغبة المتظاهرين، وما بين متأكدين من أن ولاء الجيش هو النظام القائم وأن لهم مصلحة في بقاء الأمور على ما هي عليه. اليوم نسأل، كيف ترون موقف الجيش من المظاهرات حتى الآن؟ ما الذي يمكن أن يغير هذا الموقف برأيكم؟ كيف تقرؤون تصريحات رئيس الأركان؟ وما هي توقعاتكم من مستقبل الاحتجاجات في الجزائر؟ وسائل الاتصال هي كالمعتاد هاتفيا على رقم 0044-2031-620022. كذلك يمكن أن تشاركوا عبر الحوارات المنشورة على صفحة حوارات على موقعنا على الإنترنت أو عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. طبعا هذه بعض المشاركات التي بدأت تصل إلى برنامجنا إلى المنصات المختلفة، يرصدها جميعا الزميل حازم الخولي وهو معي في الاستوديو. مرحبا بك حازم. أهلا بك محمود. محمود، في الحوار الإلكتروني اليوم جانب من المشاركين عبر عن رأيه في موقف الجيش في الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر حاليا. بالطبع الآراء جاءت متباينة. جانب آخر تحدث عن توقعاته لتلك الاحتجاجات في قادم الأيام، في حين عقد البعض مقارنات بين الجيش في الجزائر وجيوش عربية أخرى في بعض الدول التي شهدت انتفاضات مماثلة. سنتعرف على كل هذا بالتفصيل لاحقا في البرنامج. بداية سنعود إليك حازم في جولة أكبر مع متصلين ومشاركين في هذا الحوار، لكن دعنا نشرك بعض الاتصالات الهاتفية. معي أمل. مرحبا بك أمل. نعم أمل من الجزائر. أمل، دعيني أسألك بداية، ما هو رأيك في موقف الجيش الجزائري حتى اللحظة من المظاهرات؟ أنا صراحة لا أرى أن هناك صراحة واضحة في موقف الجيش، لأن المظاهرات والانتفاضة مستمرة، الشعب يستمر في التنديد بما يريده الشعب ولا يريده، يعني فقط لكي لا يكون هناك خلط، ليست تنديدات وليست انتفاضة لحزب أو لتيار كذا أو تيار كذا، يعني هناك استمرارية. وهناك أنا نتكلم عن القمع، هناك بعض من المضايقات ولكن المظاهرات مستمرة، يعني لها نحس باللي الجيش بعد سنوات من منع المسيرات والمظاهرات هناك بعض التساهل، ولكن بعد خطاب القايد صالح ما نقدروش. انا شخصيا من الناس اللي تقول ان هناك تأويلين، يا اما هناك ربح للوقت لاخذ موقف او هناك موقف محايد. يعني بالمحصلة، هل تتوقعين أن يتدخل في مرحلة معينة؟ يتدخل الجيش في مرحلة معينة؟ لا، الجيش كان في الخطاب كان صريح. أنا أعتقد أن التأويلات كانت كثيرة ولكنها لم تكن مطابقة لما قيل. كيف فهمتي؟ أن الجيش كيف فهمتي بعكس تأويلات كثيرين يا أمل؟ يعني هناك كثيرون رأوا في كلام رئيس الأركان كلام هجوم مباشر يعني على المظاهرات وعلى المشاركين، كلام فيها مباشر يتكلم عن 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 مواصلة حماية السلم والأمان وحماية الاستيلاء على المظاهرات كما جرى الأمر في التسعينات. لكن لا تعرفين مفهوم حماية السلم والأمن كما ذكر، يعني مجرد الحاق. لم يكن هناك صراحة إذا واصل الشعب بكذا فسيكون كذا. يعني يقدر نستطيع أن نؤولها عبارة عن تهديدات بإرجاع الشعب الجزائري إلى سنوات الجمر. ولكن حتى الآن المظاهرات متواصلة والانتفاضة متواصلة والحراك متواصل. إذا أنت لا تخشين تدخل الجيش ضد هذه المظاهرات. شكرا لك يا أمل. أنيسة داودي من بريطانيا. مرحبا أنيسة. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بك. كيف ترين دور الجيش حتى اللحظه يا انيسه؟ اولا شكرا على الاستضافه.
أنا تقريبا بنفس الفكرة، مثل على نفس فكرة أمال، وهي أننا أن الجيش غير واضح، أن خطوط الجيش الآن غير واضحة، فهو إلى حد الآن لم يرتكب أي حماقة، فالشعب خرج طبعا إلى الشوارع، وتقريبا الشعب أجبر الجيش على التريث، لأن الشعب طالب ويطالب بالسلمية. فدور الجيش رغم أنه حاول، مثلا القائد صالح رغم أنه حاول تخويف الشعب إلى آخره، رغم أنه مثلا استعمل الأساليب التقليدية المتعارف عليها، غير أنه لم يكن عنيف في 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 إلى حد الآن، فهو وما الذي يضمن لك يا أنيسة ألا يتحول هذا الحلم ربما إلى في لحظة معينة إلى بطش أو ربما قمع لهذه المظاهرات؟ ما الضامن برأيك؟ نحن لا أقول أننا نضمن ذلك، ليكون صادقة معك، أنا تخوفي التخوف ما زال قائم. الجيش إلى حد الآن هو لم يرتكب مثل ما قلت حماقة، لكنه غير مضمون، لأن تاريخه إلى الآن لا ينبئ، يعني ما فيش مثلا، ما عدناش ضمانات منذ قيام الدولة الجزائرية الحديثة والجيش يتحكم في الدولة، فعلاقتنا به ليست علاقة طبيعية، فمثلا المفروض أن لكنك سعيدة بموقفه حتى اللحظة؟ إلى الآن نعم، ونريد أن نثمن هذا الموقف، ونريد أن أيضا نطلب منه أن لا يجر البلاد إلى فوضى حتى طيب. يستعمل قانون الطوارئ. طيب. كما نطالبه أيضا بعدم جر البلاد، وبعدم نطالبه بالتمسك بما ينصه الدستور، وهو حماية البلاد وليس التدخل في السياسة. نعم. جميل جميل هذا الكلام، ابقي معي أنيسة، سأتحول إلى الجزائر، ومعنا من هناك الأستاذة مريم سعيداني، عضو المجلس السياسي لحزب جيل جديد. مرحبا بك أستاذة مريم، أعتقد أن هناك تأخير في الصوت قليلا لديك، لكن اتصالان وردانا حتى الآن، كلاهما يعني يرى في موقف الجيش موقف إيجابي حتى اللحظة، ما الذي يدعو إلى ذلك؟ وما هو موقف حزبكم؟ هل ترون فعلا أن الجيش قد يستمر على موقفه أو حياده الإيجابي حتى اللحظة؟ مساء الخير، خليني أولا أقول لك أني جئت مباشرة من المظاهرات، وأنا يعني أنقل لك نبض الشارع، والشارع فيما يخص الجيش كان يقول الجيش الشعب خوا خوا، يعني الشعب ينادي الجيش على أن لا يتدخل وأن يبقى حامي الشعب، وأن يضمن يعني الأمن لكل المتظاهرين. أما فيما يخص التصريحات الغير مسؤولة لقائد الأركان فهي تخصه هو، مثلما يقوم رئيس الجمهورية بأشياء غير مسؤولة. اليوم نحن نعتقد أن الجيش هو جيش مسؤول، ولحد الآن لم يتدخل بصفة فعلية، فالمظاهرات باقية سلمية، وقوات الأمن قائمة بدورها، ولا احتكاك بين الشعب وبين المتظاهرين، ولم نرى يعني في الشارع يعني أن هناك جيش تدخل. هناك بعض البيانات غير مسؤولة لقائد الأركان، هي تمثله هو وحده، ونتمنى أن يعني الجيش بكل أطيافه أن لا يكون في نفس الصف مع قائد الأركان. لكن سيدة مريم، يعني عملت مقارنة ما بين موقف قائد الأركان وما بين موقف رئيس الجمهورية. قائد الأركان بالنهاية لديه قوة، لديه نظام عسكري يأتمر بأمره في النهاية، ويعني الحلم الذي يتعامل به الجيش حتى اللحظة ربما يعني بدا من خلال كلام قائد الأركان بأنه حلم مؤقت ربما لفترة قد تخرج الأمور عن سياقها. هل هناك ضامن بأن يخرج الأمر عن سياق مجرد تصريحات يعني يسأل عنها فقط قائد الأركان أو تعنيه شخصيا فقط؟ قائد الأركان عليه أن يتقيد بالدستور، والدستور يفرض على يعني القائمين على المؤسسة العسكرية أن لا يتدخلوا في السياسة،
قائد الأركان عليه أن يصطف إلى الشعب الذي يريد تغيير، قائد الأركان عليه أن يتخلى عن هذا يعني الخطاب الغير مسؤول في تهييج الشارع الجزائري. الشارع الجزائري يناديه بالحيادية، الجيش عليه أن يصطف إلى صف الشعب. الدستور ينص على أن المؤسسة العسكرية تحمي التراب الوطني وتحمي الشعب ولا تعنى بأمور سياسة، أمور سياسة تكون للسياسيين، وهذا الشيء الذي يجب أن يتقيد به قائد الأركان. سيدة مريم، التعويل على الدستور أو على الالتزام بالدستور هو ربما في نظر البعض مسألة يعني فضفاضة. في الدستور مثلا الرئيس المريض يعزل مباشرة ويكون هناك فراغ سياسي ثم تجرى انتخابات مبكرة. لم تطبق هذه النقطة برأي كثيرين ممن يرون وجوب تطبيقها. فما الذي يعني يدفعك للاعتقاد بأن الجيش قد يلتزم فعلا بالتعاليم الدستورية؟ يعني الإيجابية التي نراها في الشارع، تحرك الشعب، كان هذا أمر يعني ممكن عندما الشعب لم ينتفض، عندما الشعب كان فقط يتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم الشعب حرر المكان العام، اليوم الشعب يطالب بحقوقه، يطالب بدستورية الأمور، على أن الرئيس المريض لا يمكن أن يواصل العمل، على أن الجيش لا يجب أن يصطف إلى جانب هذا الرئيس المريض، الجيش عليه أن يصطف إلى جانب الشعب. اليوم الشارع كل يوم يكبر، اليوم نبض الشارع ساخن جدا، وعلى القائمين على الأمور على أن يعني يبنوا سياساتهم ويبنوا خطاباتهم على حساب نبض الشارع وليس على حساب أمورهم الشخصية وليس على حساب يعني مستقبلهم هو، ولكن مستقبل الجزائر. جميل. سيدة مريم، أرجو أن تكوني معي قليلا، سأخذ اتصال أشركه في الحوار. حمزة من الجزائر، مرحبا بك حمزة. مساء الخير. حمزة، شاركت في الاحتجاجات في الجزائر، لا أعرف إن شاركت في احتجاجات اليوم، هل كنت جزءا منها؟ مساء الخير سيدي الكريم، تحية إليك وإلى كل مشاهدي قناة بي بي سي وإلى ضيوف الكرام. نعم، أنا شاركت في احتجاجات والمسيرة، أنا أقول مسيرة سلمية، لا أقولش احتجاجات، لأن ما شاركتش هذا الأسبوع ولكن شاركت الأسبوع المصارم. أنا أظن أنه لما تكون في الاحتجاجات راح تحس بواحد الشيء. أنا أقول لك نكون نفرح أني جزائري لأني شاهدت مسيرات أقل ما يقال عنها أنها رائعة. الشعب، أنا نجاوبك بهذا الشيء، أقول لك أنه الشعب أقام الحجة، ما أعطاش حتى كما يقولوا سبب للجيش أنه يتخذ إجراءات معادية لهذا الشعب أو ضد هذا السلمية. شعب ينادي للجيش، يقول للجيش خاوة كما كتقول لك ضيفتك الكريمة. هذه مظاهرة، عفوا يعني أود أن قليلا فقط مداخلة هنا. هذه الصور التي نشاهدها في الخلف هنا هي صور مظاهرات اليوم في الواقع يا حمزة. هنا في نقطة أساسية، أنت معجب بسلمية هذه المظاهرات، تشيد بها، تقول إن يعني الشعب الذي خرج في هذه المظاهرات وضع الحجة وأقام الحجة على الجيش. لكن قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع كان له رأي واضح، كان يتحدث عن عدم عودة الجزائر إلى الحقبة السوداء والعشرية السوداء، تحدث عن مرحلة سفك الدم، تحدث بتخوف يعني ربما من هذا الحراك، مما جعل كثيرين يرون بأن هذه التصريحات هي مقدمة ربما لتدخل لاحق. هل ترى هذا الرأي؟ سيدي الكريم، أقول لك شيء، أنه من المستحيل نشوفوش وشفنا في الجزائر من قبل. شوف، الشعب خضع تجربة والجيش خضع تجربة، لأنه في العشرية السوداء مات سوى أولاد الشعب، أبناء الشعب كما قولوا، سواء من جهة الشعب أو من جهة الجيش أو من جهة
انا اقول لك باللي السلميه هذه هي تعبر عن النضج وعن التجربه اللي خدها. احنا سلميه مظاهره سلميه ما خدت حتى طابع مثلا شغب او كذا. وهذا الشيء اللي خلى قائد الجيش انه يتكلم، لانه مؤخرا كانوا كل ما تخرج مظاهرات يقول لك مثلا الوزير الاول يقول لك الجزائر ماشي سوريا والجزائر، لانه طابع التهديد. ولكن لما تشوف هذه المظاهرات تفهم باللي انه الجيش ما راحش يكون ضد الشعب. انا من رايي، انا حسب ما راني نشوف من رايي، انه قائد الاركان لما تكلم بـ 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 عن عن سواء عن السلطه او عن الشعب، لانه راح يخرج عن الصف هو اللي راح يتصدى له الجيش. ولكن انا نشوف باللي مظاهرات والشعب ينادي بسلميه وينادي يخرجوا عائلات ويخرجوا، ما راحش يعطي حجه للجيش انه يتدخل. شكرا لك، هذا حسب رايي. شكرا لك حمزه. اسمع تعليق السيده مريم على ما جاء في كلامك حمزه. لك من تعليق، ويقول ان الشعب اقام الحجه على الجيش، لكن انا لدي نقطه يراها اخرون يعني بخلاف راي حمزه. يعني وافقه الرأي أخي حمزة، يعني عبر بكل يعني بساطة على هذا الشيء. الشعب أقام الحجة على السياسيين وعلى الكل. يعني أنا لا أريد أن أقحم العسكر في خطاباته، يعني قائد الأركان. أنا لا أظن أن العسكر الذي مر بفترة ماضية للجزائر وعندما عانت ويلات الإرهاب أنه سيقوم بنفس الأخطاء التي يعني حصلت في الماضي. الجزائر تعلمت كثيرا، يعني الجيش الجزائري هو الذي أبقى يعني الجزائر واقفة على رجليها، ونحن واجهنا الإرهاب وحدنا، العالم كله يعني كان ضدنا. الشعب الجزائري تعلم من أخطائه، تعلم من العشرية السوداء. لهذا كل الجزائريين اليوم يعني واعين بالشيء الذين يقومون به، وهم ينظمون أنفسهم بكل سلمية ويتحدثون مع الجيش ومع الأمن ويقولون لهم نحن إخوة. على النقطة التي رآها معارضو هذا الرأي ومن يرون بخلاف ما ترين، وهناك من يرى أن هذه المظاهرات الاحتجاجات خرجت بدافع معين وربما من قلب النظام بحد ذاته من أجل مصلحة معينة، بدليل بأنه عندما تم تعديل الدستور من أجل السماح بفترات رئاسية إضافية أو مدى الحياة لم تخرج مظاهرات، لم يعترض الشعب الجزائري، لم يخرج بهذه الأعداد. ربما كان يخشى بشكل أو بآخر من سطوة الجيش، ربما كان له سبب معين. أنت من يستطيع أن يجيبنا عن هذه النقطة، لماذا لم تخرجوا سابقا عندما كان الوقت يسمح، أو كان هناك من رأى أنه الوقت الأساسي أو الضروري لخروج الشعب الجزائري ضد هذه التعديلات التي رأها كثيرون مخالفة للدستور؟ نعم، الشيء الذي يجب أن أقوله لكم من قلب الجزائر هو أنه يعني حتى بعد تعديل يعني الدستور في 2008 عندما سمح لنفسه بالرئاسة مدى الحياة، يعني الشعب كان رافض في المجتمع، ولكن كان هناك خطاب تخويفي للجزائريين لأنه إذا أردنا التغيير سنعود إلى سنوات العشرية السوداء، سنوات الدم. والجزائر عانت يعني كثيرا، والتسعينيات هي فترة قريبة جدا وهي في الذاكرة الجزائرية. كل هذا المعاناة التي عانها الجزائري من ويلات الإرهاب، لهذا النظام استعمل هذا الخطاب التخويفي، واستعمل أيضا بعد ذلك الخطاب التخويفي بعد ثورات الربيع العربي. لهذا الشعب الجزائري لم يكن بسلبي، ولكنه كان هادئ. الشعب الجزائري معروف عليه بأنه شعب ثوري، ولكن عندما تفاقمت الأمور كانت هذه عملية تراكمية، كانت هناك الكثير من الاحتجاجات حتى في 2014، ولكن تم قمعها. تم دائما إعطاء هذه الصورة أنه من سيطالب بحقوقه ومن سينزل إلى المكان العام سوف يسجن. ما الذي تغير اليوم؟ ولكن عندما تفاقمت الأمور وعندما تم الإعلان عن العهدة الخامسة، الجزائري لم يقبل هذا ويعني انتفض.
هل تغير موقف، يعني هل تغير أسلوب التعاطي؟ يعني ما الذي جعل هذا الأسلوب ربما يختلف الآن يعني من قبل الجيش؟ هذا السؤال مطروح. في تلك الحقبة قلتي أنه كان هناك تخوف، هناك قمع كما ذكرتي في بعض الحالات، لكن اليوم ليس هناك أي شيء. ما الذي تغير في الجيش نفسه؟ لأنه الشعب خرج بأعداد هائلة. عندما كنا نخرج في أعداد قليلة كانوا يقمعوننا، ولكن اليوم كل الجزائر تنتفض. إذا تم التصدي لكل هذه الإرادة الشعبية فهذه كارثة. هذه الإرادة الشعبية اليوم يعني ميزان القوة هو من طرف الشعب، على لذلك لا يمكن يعني أن يعني إذا كانوا هم مسؤولين في الجيش أو في النظام الجزائري عليهم أن لا يذهبوا إلى ما تحمد عقباه، لأن الشعب رافض تمام لما هو حادث في الجزائر. الشعب يريد القطيعة مع النظام السياسي، وعلى الجيش أن يصطف إلى جانب الشعب. شكرا لك مريم السعيداني من الجزائر، الأستاذة وعضو مجلس السياسي لحزب جيل جديد، وهو حزب معارض مشارك بقوة في هذه المظاهرات. نأخذ اتصال جديد قبل أن نتحول إلى حازم. معي محي الدين من مدية. مرحبا. أهلا بك. مرحبا، نسجل احترامي لك ولكل طاقم العمل بقناة BBC عربي. شكرا لك محي الدين. يعني أغلب الاتصالات ورأي السيدة مريم كان بأن الجيش حتى اللحظة تدخله إيجابي، هو لم يقمع هذه المظاهرات، هو واقف على الحياد الإيجابي، يتصرف بحكمة وعقلانية، وهو موقف حمده كثيرون. لكن هناك من تشكك على الطرف الآخر ويرى أن هناك جزء في الجيش يسمح بهذا الأمر، لكن هناك قوة أخرى أيضا ربما ستفرض رأيها في مرحلة ما ويتدخل الجيش. هل تخشون ذلك؟ هل لديكم هذه المخاوف؟ بداية أحيي الشعب الجزائري على هذه الوقفة السلمية، ولا يخشى لا الشعب ولا الجيش من هذه الوقفة السلمية شيء، بل من هذا المنبر أندد بكل ما يشاع في القنوات الأخرى. يعني أتصور أنه في قنوات تبث صورا لخراب ودمار وتقول بالبنط العريض الجزائر والجزائريين يخربون الممتلكات العمومية وكذا. أنا لا أجد، من الصعب اليوم أن تجد بلدا عربية تظهر بهذه السلمية. وزعت الورود، وزعت قطع الحلوى على بين الجيش وبين الأمن والمتظاهرين. اليوم معادلة صعبة جدا. اليوم شكلت لوحة، بل لوحة جميلة وليس مظاهرة كما بالمعنى الحقيقي للمعنى للكلمة. فالجيش هو حامي هذا الشعب. الجيش اليوم وقف جنبا إلى جنب مع الشعب. السلطات الأمنية وقفت جنبا إلى جنب مع الشعب. في بعض الأحيان تراهم يسهلون لهم المهمة من أجل التظاهر والمطالبة بمطالبهم. تسهيل المهمة كيف؟ بأي طريقة يعني تسهيل المهمة؟ يعني يحددون لهم الطريق الذي يسيرون عليه، يحددون لهم المناطق التي من الضروري أن لا من الأحسن أن يتجنبوها، مقرات رسمية لا يسكون تلك الطرقات. ف هناك يعني مثل ما يقولوا الأخذ ورد معهم بطريقة سلمية وحضارية. يعني نرى متظاهر يعطي ورودا محيدين كثير من المظاهرات في عدد من الدول العربية انطلقت بهذا الشكل، وكان هناك نوع من التفاهم، ربما السلام بين الطرفين، ثم لاحقا آلت الأمور إلى وضع سيء، وكان هناك اتهامات متبادلة بين الأطراف أن هناك طرف ثالث تدخل وأدى إلى ذلك. ألا تخشون هذا السيناريو؟ لا نخشى هذا السيناريو، بل الجزائر عاشت مرحلة صعبة وتعلمت منها الكثير. لا نخشى هذا السيناريو، لأن قلما تجد مظاهرات يعني بعدما تكتمل ترى الشباب يحملون تلك الأشياء التي سقطت منهم، القاذورات وغيرها. يعني مظاهرات في أبها وأحلى صورها. يعني سؤال أخير قبل أن أختم معك، هل خرجت مظاهرات في مدينتك؟
اليوم؟ نعم نعم، في مظاهرات في مدينتي ومظاهرات كذلك سلميه، بل في 48 ولايه كل القطر الجزائري سلميه 100%. الان المطلب واضح وواضح، ان نطلب من السلطات الان وهي متفاهمه الوضع جيدا، مطلب واضح للشعب الجزائري، نفتح باب الحوار مع هذا المطلب الشعبي، وتلين يعني السلطه الجزائريه او تتعامل تجاوب مع هذا المطلب بليونه. انا مضطر لأنهي هذه المكالمه معك محي الدين، اتمنى لو كان وقتي يتسع لي اخذ كل الكلام. شكرا لمشاركتك محي الدين اسكندر من الدية. اعود الى حازم في الاستوديو ونتابع ما جاء في مشاركات من يتابعون هذا الحوار. كيف راى المتابعون حتى اللحظه ربما تدخل الجيش او عدم تدخل الجيش، يعني كما يمكن أن يوصف يعني؟ صحيح محمود. محمود، عدد من المشاركين في حوار اليوم أثنى على تعامل الجيش مع التظاهرات حتى الآن، ووصف قادتهم بأنهم وطنيون يعملون لصالح البلاد. البعض من هؤلاء يعني قارن بين موقف الجيش في الجزائر وموقف الجيش في السودان للتدليل على هذه الفكرة. من هؤلاء مثلا التاج أمين الذي قال إن جيش الجزائر جيش منضبط، في حين وصف الجيش في السودان بأنه عبارة عن ميليشيات. لكن بالطبع هناك من رأى عكس هذه الآراء أو يبقى متخوفا. طيب ما هي الأمثلة التي عرضوها ربما في هذا؟ من بين الأمثلة التي وردتنا محمود من على صفحتنا على فيسبوك، يقول حسام عبد الناصر: الجيش الجزائري يعي جيدا أن الشعب والجيش معا ولا يجب أن يتفرقا ولا يجب أن يصطدموا الجيش بالشعب، لهذا فإن الجزائر لن تشهد ما شهدته عدة دول عربية. مشاركة فاطمة تقول: الاحتجاجات سلمية ولو تدخل الجيش، هل نحن في حرب مع العدو؟ مثلا أفراد الجيش هم أيضا من أبناء الشعب وصلاحياته حماية الوطن لا قمع مواطنيه. بالوافق عبد الغني لديه بعض التشكك، إذ يقول في تغريدة له على صفحتنا على تويتر: الجيش لم يتخذ حتى الآن موقفا واضحا من الأحداث، ويعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد. في المقابل يقول عمر سلمان: سبب نزول الجيش إلى الشارع هو لصالح الرئيس بوتفليقة، فمؤكد تعامله مع هذه الاحتجاجات ستكون بالشكل الذي يخدم بوتفليقة، ومن المحتمل أنه سيتعامل بعنف لتفريق المحتجين في مرحلة ما. ربما هذا الرأي ينطلق من يعني مقولة أو ما جاء في خطاب قائد الأركان نائب وزير الدفاع قائد. ما الذي علق عليه متابعو هذا الحوار فيما جاء في خطاب قائد الأركان الجزائري؟ محمود، هناك قراءات مختلفة لتصريحات صالح. مثلا آدم إبراهيم يقول: تكلم كعادته ولم يقدم الجديد، هو يخاطب ربع الجزائريين الذين عاشوا الثورة والعشرية السوداء ونسي أن هناك جيل قد ولد ولا يعرف شيئا، الذي عاش ليس كالذي سمع. الحاج يوسف يقول: كلامه لا يثمن ولا يغني من جوع، وهو ومن معه عبارة عن عصابة. ذبيان الموسوي في مشاركة أخرى: لن يكون مقبولا أن تقع الجزائر فريسة للإرهاب والفوضى مرة أخرى، هذا هو هاجس الجيش وسوف تتكرر التجربة المصرية في الجزائر. إذا ما هو مستقبل هذه الاحتجاجات برأي من شارك؟ هناك سيناريوهات مختلفة رسمها مشاركون في الحوار للمستقبل الاحتجاجات في قادم الأيام في الجزائر. من هؤلاء مثلا تغريدة على تويتر لحمزة تقول: الجزائريون في طريقهم الصحيح من حيث الاحتجاجات وسلميتها ووسائل الضغط التي ينهجونها، فقط يلزمهم الاستمرار وعدم اليأس في منتصف الطريق. سامي الموسوي يقول: واضح أن الاحتجاجات سوف تأتي بنتيجة ولو جزئية. أول هذه النتائج طلب الرئيس بوتفليقة الحكم لفترة انتقالية لمدة عام فقط. حسناء تقول: الجزائر الآن في قمة محاولة أطراف لا علاقة لها بمصلحتها للأسف، ورغم أن النظام بلغ في العهدات لكن الحل ليس في المظاهرات، هذا ما أثبتته الثورات العربية في باقي بلدان الجوار. أخيرا علي المجروحي يقول: الواجب على رئيس بوتفليقة أن يعتبر بما حصل في مصر واليمن وليبيا وسوريا وتونس، وأن يترك الشعب يقرر مصيره. شكرا لك يا حازم، وقد صحبتنا في هذه الجولة على مشاركات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي. أعود إلى مشاركات المتصلين. عائشة من باتنا، رحمك يا عائشة.
نعم نعم أخي، مساء النور، مساء الخير لقناة بي بي سي كل. وسعتي مساء عائشة. دائما بخير. عائشة، ما هو رأيك في عدم تدخل الجيش حتى اللحظة، أو ما وصف بتدخل الإيجابي حتى؟ يعني بعض من شارك قال إن قوات الجيش كانت تيسر طرقات أو تفتح طرقات للمشاركين في المظاهرات، كيف تعلقين حتى اللحظة؟ سيدي أنا طبعا لا يوجد جيش في هذه المسيرات السلمية. أنا كنت في مسيرة الحرية التي سميت بالحرية، كانت بمليون قلب ينبض واحد وحان الوقت لشعبنا أن يعيشوا سعادة. وإن طبعا تكلمنا على الجيش، نحن أمهات هذا الجيش، وهم من يحملون أمجاد شهدائنا الأبرار، إنهم السلالة والنسب لكل عائلة جزائرية. كما تعلم سيدي بأنه لا يخلو بيت من شهيد أو مجاهد، ولا يخلو من جندي أو ضابط. وطبعا إن خرجت نساءنا اليوم في هذه المظاهرات أو بالأحرى المسيرات السلمية إلا لأنها ضاقت مرارة النظام وتجرعت آهات وويلات من شبابها ومن أبنائها الموجودون في كل بيت طبعا. أما بالنسبة للجيش سيدي الكريم، لم ألاحظ الجيش كالجيش في تكناته، إنما الأمن يؤثر. وأنا أحييهم لأنهم كلهم أبناءنا، الجيش هو الآن في تكناته. طيب بالمقابل عائشة، يعني كيف تلقيت خطاب قائد الأركان الذي حذر فيه من العودة إلى الحقبة العشرية السوداء؟ والله سيدي الكريم كان يعني نوعا ما متشدد حيال هذه المظاهرات برأي من تابع أو ربما اعترض على ما جاء في كلامه. نعم، رئيس السيد رئيس الأركان يعني في خطابه كل منا له قراءة خاصة به، وبالنسبة إلي كمواطنة هو في موقف لا يحسد عليه، وبصفته قائد الأركان لابد عليه من تحمل المسؤولية الوطنية أمام التاريخ. ونحن نطالب الآن بمرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية مستقلة، ونطلب من قائد الأركان أن يستثمر في هذا الحراك حتى يخلد اسمه في التاريخ ويبقى هو من يشهد له. شكرا لك يا عائشة، شاركتنا مباتنا. معي رشيد من بريطانيا، مرحبا بك يا رشيد. رشيد، ألو. نعم، أهلا بك رشيد. تقول إن الحراك هو الذي سيضغط على النظام ويمكن أن يجبره على التغيير، ليست المشكلة في الجيش لكن في قيادة الجيش، قيادة الجيش هي من تأمر الجيش، وتقول إن هناك لا مشكلة حتى اللحظة. ما الذي يضمن لك ما تقوله؟ في الحقيقة أنه إلى حد الآن خطاب القائد الأركان لا يوحي بأي اطمئنان لدى الشعب الجزائري، بحيث أنه بدأ خطابه قبل تقريبا شهر كان في إيحاء إلى جميع الشعب الجزائري بأنه مع استمرارية، ويشيد بإنجازات الرئيس كما يقرنها ويربطها باستمرارية، يقصد العهدة الخامسة. وبعدها كذلك كان خطابه الثاني مباشرة كتهديد، ووصف المحتجين بالمغرر بهم متسترين وراء ما يسمى بالديمقراطية. وخطابه الأخير كان واضح، خطابين أخيرين في متتاليين خلال الأسبوع الماضي كان كذلك يربط الاستقرار والأمن بمفهوم الاستمرارية، يعني أنه في حالة ما إذا أن الشعب واصل حراكه أو لم يدعم استمرارية النظام الحالي فإنه سيرى لا أمن ولا استقرار. رشيد، قبل أن أتحول الأقمار الصناعية، هناك يعني من يرى بأن هذا أو هذه التصريحات ربما لن تؤتي أكلها بحيث يتدخل الجيش بشكل سلبي، أنت تخشى كما يبدو من تدخل الجيش، لكن من يرون أن الضباط الصغار الذين لم يشهدوا حتى العشرية السوداء ربما سيكونون الأكثرية التي ستمنع حدوث مثل هذا الشيء، هل تتفق مع هذا الرأي؟ نحن دائما نطالب بأن الجيش يكون ملتزم بحماية الوطن وحماية ممتلكات الشعب والدولة، نطالب دائما الجيش
باحترام الدستور ومواكبة ومسايرة مطالب الشعب المشروعة دستوريا. لكن في اعتقادي صحيح أنه عندما نقول قيادة الجيش والتي نحصرها في قائد الأركان، أعتقد أن قائد الأركان بعيد كل البعد عن 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 نيته في مواكبة أو مسايرة مطالب الشعب. أملنا ربما يكون في الصف الثاني والصف الثالث من قيادة الجيش التي ربما ستشكل ضغط على قائد الأركان حتى يواكب ويسير الحراك الشعبي المبارك. شكرا لك رشيد من بريطانيا، يمكن أن تبقى معي، قد نعود إليك بعد قليل. لكن دعوني أشرك من الجزائر الأستاذ وليد بن قارون المحلل السياسي وعضو الحزب الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني. مرحبا بك أستاذ وليد. يعني هذه المظاهرات، واليوم مظاهرة كبيرة جدا خرجت في العاصمة وفي عدة مدن برغم منع السلطات لوسائل المواصلات الأساسية، القطارات، المترو، مع ذلك خرج المتظاهرون. أمس كان هناك حقوقيون، قضاة. لماذا يعني حتى اللحظة لم تستجيبوا إلى ما يطلبه الشعب الجزائري أو من خرج على الأقل من هذا الشعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك، تحية لشعبنا الجزائري ولأمتنا العربية والإسلامية المجيدة. أعود إلى سؤالك الكريم، وكذلك بودي التعليق على ما ورد في تعليقاتكم وفي تقاريركم الصحفية. الشعب الجزائري والحمد لله تعداده اليوم 45 مليون جزائري. اليوم الجزائر أصبحت أكبر دولة عربية من ناحية العسكرية ومن ناحية الجيوستراتيجية بإنجازات ضخمة. كذلك نبارك يعني هذا الحراك الذي رفع الجزائر إلى مصاف كبرى الدول الديمقراطية قولا وفعلا وليس قولا فقط، مثل ما شاهدنا قمع السلطات الفرنسية لأصحاب السترات الصفراء وقمع ديفيد كاميرون سابقا عندما قال لا أحد يحدثني عن الديمقراطية ولا عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالقوم الأمن القومي البريطاني. وكذلك في الولايات الأمريكية شاهدنا يعني القمع. الأمن الجزائري والشعب الجزائري والجيش الجزائري، نحن إخوة ولا نريد يعني دروس في الديمقراطية من عند أي أحد. لكن عندما نستمع إلى السيد قائد الأركان والسيد رئيس الجمهورية، يعني كان قد استجاب إلى مطالب الشعب الجزائري وقال لا توجد هنالك عهدة خامسة، توجد انتخابات يعني عادية دستورية، يعني تكون فيها نسبة، أعطوني مهلة عام واحد من أجل أن أمرر أو يعني يكون تسليم سلس للدولة الجزائرية تجنبا للفوضى ولحسابات يعني قد تكون نتائجها يعني صعبة على المدى المتوسط والبعيد للشعب الجزائري والمنطقة كلها، خاصة أن الجزائر سيناريو الفوضى سيناريو يعني يطرح بقوة من جانب المنظومة الحاكمة، سواء الحزب الحاكم أو حتى قيادة الأركان. حديثنا اليوم كان عن قيادة الجيش التي صرحت ربما بخلاف موقف الجيش الفعلي على الأرض. يعني كثير من المتصلين الذين خرجوا في المظاهرات يشيدون بالجيش، يشيدون بموقف الجيش، لكن في الواقع لديهم تحفظات على موقف قيادة الأركان. سيد قائد الأركان عندما تحدث وخوف وقال بأنهم مدفوعون من الخارج، مغرر بهم كما وصفهم، يعني ما تعليقك؟ كيف يمكن أن تشرح هذه النقطة، تبررها على الأقل؟ لا 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 تفضل. سيدي الكريم، لا أعتقد أن الجيش الوطني الشعبي بقيادته المجيدة قد صرح مثل هذه التصريحات، فقد قال نحن مع الشعب ونضمن حق يعني الحق الدستوري للشعب وهو حرية التعبير وحرية الرأي، حرية التظاهر. يعني من يتكلم ويقول بأن المظاهرات استثنائية ولم تحدث من قبل فتأكدوا بأنه يكذب عليكم من أجل تمرير رسالة ما. احتجاجات ورقلة العام السابق، احتجاجات ولاية الجلفة، احتجاجات عن السكن، احتجاجات لم تتوقف في الجزائر الاجتماعية والسياسية، وكثير من الاحتجاجات يعني حق التعبير مكفول في الجزائر. هذا لكي لا يكذب عليكم أي أحد، لأننا نعلم أن هنالك لم تكن بهذا الحجم، وفي بعضها شارك الجيش بالفعل نتكلم أو شارك السلطات وقمعت بعضها، يعني احتجاجات بحجم الرئاسيات، يعني هي لم تكن. لكنك كما تقول أن المظاهرات مستمرة دائما، السلطات لم تقمع، مستمرة دائما، يعني وهذا شيء يعني ربما ينظر إليه. سيدي الكريم، الشعب الجزائري تفضل. الشعب الجزائري واعي جدا بالأخطار التي تتحدق بالجزائر.
الشعب الجزائري عندما ينظر إلى أشقائه في ليبيا وفي مالي وفي مصر وفي سوريا وفي اليمن يتعظ. رئيس الجمهورية لم يتعنت في التمسك بالسلطة، بل قال يا أبنائي رسالتكم وصلت، وأنا أتعهد مثل ما قمت بإصلاحات عميقة في مجال الأمن والوئام المدني والسلم، وأصبحنا مرجعية في المصالحة الوطنية ما بين الشعوب، أتعهد بأنني سأغير النظام. سأكون معك صريح، تصريحات بعض الوزراء من الحكومة الحالية، سواء الوزير الأول أو وزير التعليم العالي أو وزيرة التربية أو غيرها، يعني كانت استفزازية صراحة، وأنا تستطيع أن تقول وشاهد شاهد من أهلها. أنا هنا أضم صوتي لصوت الشعب الجزائري وأقول أن تلك التصريحات مرفوضة، مرفوضة. نعم، نحن لا نريد من أي شخص أن يتورط في استفزاز الشارع الجزائري، وأنا شخصيا أساند السيد رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية لثلاثة أسباب أعددها أمام البي بي سي. أولا، أن رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية لم تعترف بالكيان الصهيوني. ثانيا، أن الجزائر من خلال قيادتها المجيدة لم تسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أرض الجزائر. ثالثا، أن الجزائر لم تبع يعني سيادة قراراتها في الهيئات الأممية وبقيت دائما مساندة للقضايا الإنسانية والعادلة مثل القضية الفلسطينية، وبقيت محايدة في كل الأحداث التي وفي كل المشاكل التي تحدث في العالم، بقيت على مسافة واحدة ما بين جميع الأطراف. موقف شجاع، وهذه النقاط التي ذكرتها موقف شجاع منك، يعني أن ربما تخالف ما جاء في بعض تصريحات بعض الوزراء كما ذكرت. النقاط التي ذكرت: عدم الاعتراف في إسرائيل، إقامة قواعد، عدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية، عدم بيع القرار السياسي. الجزائريون أعتقد جميعا متفقون على هذه النقطة، سواء كان بوتفليقة أو غيره. بالنهاية بوتفليقة تقدم بترشحه، وهو ما كان يرفضه الشعب الجزائري. سأعود إلى هذه النقطة للحوار معك بتفصيل أكثر، لكن دعني أشرك بعض الاتصالات الهاتفية. معي إسماعيل من المنيعة، مرحبا بك يا إسماعيل. أهلا وسهلا. أهلا بك، شاركت في مظاهرات اليوم وأيضا لك موقف مشابه لأغلب من اتصل بنا بأنهم يعني لا يخشون من تدخل الجيش وهم راضون عن تصرفي حتى اللحظة. هل لك من تعليق على كلام السيد وليد في النقاط التي ذكرها؟ لا يا أخي، هذاك مجرد مجرد مهرج بس. لا أرجوك أرجوك اسمح لي، إن كان لديك تعليق نسمع تعليقك. لا يوجد تعليق، أرجو أن يعني أول أخ وليد، تحية إليك وإلى قناتك ولا قناتكم، شكرا على الاهتمام بالشعب الجزائري سيدي، لكن نتحفظ على ما جاء. شكرا لك لمشاركتك، لكن نتحفظ في الواقع على ما جاء في كلامك. أعود مرة أخرى السيد وليد، أعتذر من مما جاء في كلام المتصل. هل ترى أن الجيش ربما في لحظة من اللحظات قد يتدخل لصالح هذه المظاهرات أو قد يتدخل ضد هذه المظاهرات؟ يا أخي، الجيش الوطني الشعبي المجيد سليل جيش التحرير الوطني لا يمكن أن يكون ضد أي أحد أو مع أحد. الجيش الجزائري وظيفته يعني محددة دستورا، وهي حماية الأمن القومي الجزائري. الجزائر تتعرض اليوم لحرب من الجيل الخامس، يستعمل فيها مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تهويل الرأي العام وتسويد الإنجازات وتسويد الأمن والاستقرار وتكريه الشعب في مؤسساته وفي قياداته. هذا ما انتهجته الحركة الصهيونية والماسونية من خلال سيطرتها على مراكز الاتصال الدولية. لكن هذه النقطة تعني القنوات وعن مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. سيدي، هذه النقطة تعني التشكيك ربما بحراك من خرج. هذا انتقام من هذه الحركات، انتقام من الجزائر. شعبنا الجزائري تعداده 45 مليون وغالبيته يثق في كلام السيد الرئيس، لأن السيد الرئيس قد بلغ من الكبر عتية وليس بالسياسي المهرج. طيب، وليس بالسياسي المتلون. تقول إنه يعني قدم تنازل. أتدري أخي الكريم أن هذا الرجل تقول قدم تنازل، يعني طلب رئاسة لسنة واحدة فقط في هذه العهدة الخامسة من أجل انتقال السلمي، لكن مطلب الشارع يقول بأنه لا يريد أصلا أن يتقدم إلى هذه الانتخابة. هل تتوقع من خلال معرفتك ربما اطلاعك على ما يدور في كواليس الحزب بأنه يمكن فعلا أن يقدم هذا التنازل للشعب؟
يا أخي الكريم، الشعب الجزائري يبلغ تعداده بسم الله ما شاء الله 45 مليون. يعني لو كانت هذه الإنجازات وهمية منذ سنة 99 إلى سنة 2019، سنة 99 كان تعداد الجزائريين 30 مليون، اليوم زادت نسبتهم ب 15 مليون، وهذا نظرا للإصلاحات العميقة في كل المجالات، في التربية، في الصحة، في التعليم، في 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 الجبهة الاجتماعية، في دعم المواد الغذائية، في إصلاح عدة منظومات. الأهم من الأهم يعني الكثير من من من, من الأمور ثم تجسيدها على أرض الواقع، بناء جيش وطني شعبي محترف لديه من المنظومات ما يستطيع أن يدرأ عن الجزائريين أي خطر خارجي. يعني ننظر إلى دول في الشرق الأوسط الكبير لم تتحصل على منظومات دفاعية مثل سأشرك رشيد، بينما هي موجودة في الجزائر منذ سنة 2014. نعم، سأشرك رشيد معي من بريطانيا. رشيد مرحبا بك من جديد، تعليق على ما جاء في كلام السيد وليد. يعني وحتى رئيس الجمهورية قال بأن مطالبكم قد سمعت. نعم، وقد طبقت. نعم، أرجوك أن نسمع إلى رشيد أيضا. هناك رشيد، أعتقد أن هذا ضيفكم وليد يتبنى خطاب، هذا وخطاب النظام وخطاب بيان، لكنه كان يتحدث بشكل عن أي إصلاحات يتحدث هذا؟ إذا كان أبسط شيء حرية الرأي والتعبير الذي يتحدث عنه، وأنه يقول بأن هناك مظاهرات واحترام لحرية الرأي والتعبير. اليوم حقيقة، لكن يعني يا رشيد، عدم تدخل الجيش حتى اللحظة هذا جزء من حرية التعبير، يعني لم نسمع بحادثة اعتقال واحدة حتى اللحظة. لا، نعم، أنا أتفق معك في هذا. الحراك المبارك هو كان غير متوقع لا من طرف النظام ولا من طرف المعارضة. أما عندما يقول أن هناك هذا النظام يحترم حرية الرأي والتعبير، هذا تغليط للحقيقة. أنا طب ما الذي تسميه بعدم اعتقال متظاهرين، عدم تدخل، عدم قمعهم، السماح بهذه المظاهرات؟ نعم، أنا أتفق معك في هذا الحراك بداية. ليس معي أنا، هذا السؤال فقط أطرحه، يعني ما الذي تسميه؟ ما هو؟ ما الدافع إليه؟ أكيد، لأنه الحراك فاق كل التصور. كان النظام يوم 22 بداية الحراك المبارك، يوم 22 في فبراير في العاصمة، كانت له نية القمع، في خاصة عندما كان له احتكاك كبير بالمتظاهرين في ساحة أول ماي، لكن العدد فاق كل التصورات. أما عندما يحكي على حرية الرأي والتعبير، هذا النظام قمعي بأتم معنى الكلمة، نظام يتميز بنظام بوليسي بأتم معنى الكلمة. شكرا لك رشيد، شكرا لك. يجب أن أختم هنا في هذه النقطة. أعود إلى كلمة أخيرة سيد وليد، التعليق على ما جاء في كلام رشيد قبل أن أختم معك. أريد التعقيب لو سمحت. فضل. نعم، شكرا الأخ الكريم، شكرا جزيلا لاحترافيتكم. لو كان فعلا النظام الجزائري نظام قمعي بوليسي، انظر إلى عدد الصحفيين في تركيا، انظر إلى عدد الصحفيين المسجونين في تركيا، انظر إلى القمع في باقي الدول العربية، انظر إلى قمع حرية التعبير. هؤلاء الذين هم يعيشون في لندن وفي باريس وفي سويسرا، لا يمكنكم الحديث باسم الشعب الجزائري الذي طرد المعارضة من الشوارع، طردكم، قال لا نريد تمثيلكم، نحن شعب حر نستطيع أن نبلغ إلى دولتنا مطالبنا. وقد لبيت مطالب الشعب الجزائري، والشعب الجزائري رفع من قيمة الجزائر إلى مصاف كبرى الديمقراطيات. نحن لا يوجد عندنا قمع. نعم، القمع موجود في فرنسا في قمع سترة الصفراء، هذا يسمى قمع. أما الجزائريين أحرار، لم يعتقلهم أحد. نعم، لم يضربهم أحد. أرجوك، لم يختطفهم أحد. تحدثنا عن هذه النقطة، لكن هناك نقطة طرحها، مسألة خروج الاحتجاج أو الدافع إليها، مسألة الفساد الذي أوصل إلى هذه النقطة. هو كان لديه، ربما أنا لست جزائريا لكن هو يعيش في الجزائر، أنت تعيش في الجزائر، كل واحد له منظور، في النهاية منظوره يرى فيه أن هناك كثير من الفساد أوصل إلى هذه النقاط. في دقيقة واحدة تفضل. سأعقب على هذا السؤال الهام جدا من أجل تنوير الرأي العام. تفضل. سيدي الكريم، قيادة الجيش تم تغييرها بنسبة 100%، وهذا في حد ذاته تغيير للنظام. الجنرالات الذين جنرالات الدم الذين شكلوا ثروات ضخمة في التسعينات وهم يسيرونها الآن من الخارج. أنت تدري أن هنالك مثل باللغة الإنجليزية يقول money is power، المال يعني القوة يعني السلطة. هؤلاء اليوم وظفوا أموالهم في الاستثمارات من الخارج ورجال الأعمال وتشكيل القنوات والجرائد. هم الآن هؤلاء من استفاد من دماء الجزائريين، هؤلاء مصاصي الدماء، هؤلاء حاربهم رئيس الجمهورية، هؤلاء لا مكان لهم اليوم في الجزائر. هذا ما نثمنه نحن في جبهة التحرير.
يعني المحاسبة ثم المحاسبة، هذا ما نصر عليه. يعني لو تكلمنا انظر إلى حملات التشويه التي تطال إطارات الأفلام. أنا تم اتهامي بأني تطاولت على المتظاهرين بدون أي دليل، لا يوجد أي فيديو. قالوا بأن وليد بن قرون تطاول على المتظاهرين، لما أخرجت فيديو فرانس 24 لم يجدوا أي دليل، فراحوا يعني يتشدقون وراحوا يتهربون من الاعتذار. أنا لا يمكن أن أكون ضد الشعب الجزائري، ولا جبهة التحرير أن تكون ضد الشعب الجزائري، لأن رئيس الحزب رئيس الجمهورية قال أنا مع مطالبكم. لا يمكن لأي مناضل بعد رسالة رئيس الجمهورية نقطة أن يكون نقطة ضد المطالب الجزائري. نقطة مطالب شعبنا فيها مقفولة فيها قانونا خلاف ودستورا فيها وأخلاقيا خلاف وإنسانيا، وعاش الشعب الجزائري، عاشت الجزائر حرة مستقلة. لا نريد التدخلات الأجنبية، لا نريد دروس الديمقراطية. لا أعرف كم بقي معي من وقت، لا أعرف كم بقي معي من وقت، لكن سيد وليد، سيد وليد ربما يقول لي المخرج أن الوقت داهمنا. كنت أود أن أعقب على مسألة النقاط. شكرا لك وشكرا لمشاركة معنا وليد بن قرون المحلل السياسي وعضو حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. للأسف الشديد انتهى الوقت داهمنا، لكن هناك نصف ساعة على إذاعة بي بي سي العربية لمن يود أن يشارك في الحوار، وربما أيضا نشرك الأستاذ وليد في هذا الحوار على الإذاعة. إلى اللقاء.